مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في متابعتنا للتغطية المستمرة لثورة تشرين، حيث نناقش استمرار التظاهرات الرافضة للعملية السياسية وأيضا خلافات الكتل السياسية بشأن تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة، وأيضا نناقش ضعف الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد. لمناقشة كل ذلك ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا بكم. وستكون معنا عبر الهاتف من بغداد الإعلامية والناشطة في التظاهرات الأستاذة آيات المرسومي. أستاذة آيات مرحبا بكم. مرحبا. أهلا بكم. أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. سنناقش أولا ضعف الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق. أبدأ مع الأستاذة آيات المرسومي. أستاذة آيات، يعني الشغل الشاغل الآن للعالم كله هو يتحدث عن فيروس كورونا وأيضا خطره على العالم بأجمعه. مع تفشي هذا الوباء، أصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بيان حملت فيه الحكومة في بغداد مسؤولية انتشار الوباء. أنتم كناشطين كيف تنظرون لتعاطي الحكومة مع هذا الوباء؟ نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ. الصحة والعافية الناس والمتظاهرين المرابطين داخل ساحات الاعتصام بعموم المحافظات المنتفضة. حقيقة يعني من سمعنا أنه انتشار المرض داخل العراق، قرروا أغلب المعتصمين وأغلب المتظاهرين داخل الساحة أن يقللون العدد المتواجد في المخيمات، وأيضا يقومون بحملات تعقيم وتحضير وتنظيف يومي ومستمر داخل ساحات التظاهر. حقيقة يعني مدى نشوف وجود وزارة الصحة أو مدى نشوف تعاون من قبل وزارة الصحة مع المتظاهرين وأيضا مع المعتصمين. حقيقة يعني احنا بنشوف من جهود ذاتية يوفرون الكمامات ويوفرون مواد التعقيم ومواد التنظيف وايضا الكفوف وبعض المواد المستحضرات اللي تقوم بها بتنظيف الشوارع والعملات اللي يقومون بها. حقيقة يعني قسموا او سووا جدول بين المتظاهرين اللي منهم يباج واللي منهم يرجع لبيته، فبالتالي انه ما بقى عدد بالخيم يعني اثنين او ثلاث اشخاص، ممكن يوم كل خيمة توصل إلى 5 أشخاص. حقيقة يعني هذا لسلامة المتظاهرين وسلامة الناس حفاظا على أرواحهم. وقرروا إن شاء الله من تنتهي أزمة المرض أو تنتهي أزمة الفيروس يرجعون ويرابطون داخل الساحة، ولكن دورهم يقومون به من خلال التنظيف المستمر والتوعية والوقاية التامة، أو ممكن الحملات اللي يطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاشتاك اللي يطلقوه. حقيقة يعني احنا ما بنشوف دور وزارة الصحة أو تعاون أو تنسيق، ممكن إنه هم معرضين نفسهم وحياتهم للخطر، فبالتالي إنه المعتصمين والمتظاهرين مرابطين داخل الساحة ويقومون بجهودهم حقيقة الذاتية بهذه الأمور للتجنب أو يعني التخلص من الفيروس. حقيقة يعني نشوف إنه الساحة فارغة طول فترة النهار، ولكن هي ما فارغة، إنه موجودين داخل القيم وعددهم بسيط أو عددهم قليل جدا الصراحة، حتى لا يتم التجمع والاختلاط، وأيضا منعوا الاختلاط وأيضا منعوا كثير من الأمور بسبب حظر الجدول، وأيضا هم نفسهم يعني المتظاهرين يخافون ويحرصون على سلامة الناس. فبالتالي إنه التعاطف من قبل الحكومة أو من قبل جهات معنية حقيقة ما نشوف تعاطف، ما نشوف تقديم أي شيء. إضافة لذلك متواجدين بالساحة، يعني وصلت بهم مرحلة إنه يأكلون وجبة واحدة باليوم، يعني من خلال الزخم اللي قل ومن خلال الأشياء اللي بعد ما توصلهم للساحة. إضافة لذلك الأمطار اللي صارت أول بارحة، حقيقة نص الخيم فاضت، خيم غرقت والبعض منها وقع بسبب الأمطار. فبالتالي انه مدى نشوف تعاون، مدى نشوف تنسيق، ممكن مدى نشوف انه دور الحكومه بصراحه
اكو متظاهرين مرابطين ومزامين حملات، هم نفسهم متظاهرين ودا يقومون بحملات خاصه من عندهم. طيب دور الحكومه، دور المسؤولين، دور السياسيين، الناشط نطلب ممكن من رواتبهم الخاصه يوفرون كمامات للناس، احنا ما نعم نقصد فقط المتظاهرين، لا الناس المتعففه، الناس الفقراء، حملات يقومون بها. وايضا احنا بنقوم بحملات توزيع السلات الغذائيه او تنازل عن ايجار نعم للمؤجرين لمده شهر واحد لحين ما تخلص هذه الازمه، فبالتالي احنا بازمه وازمه العالم كله وقف على موتها، بالتالي احنا بدنا نشوف بعض الكتل السياسيه تتحرك على اختيار رئيس وزراء، بعض الكتل السياسيه ترشح رئيس وزراء اخر، فبالتالي بدنا نشوف تكافل بيناتهم حقيقه، يعني واحنا مثل ما نقول متفرجين عليهم ومرابطين داخل الساحه ومعرضين نفسهم الشباب للقمع وللضرب والاذيه وللخطر كونهم يباتون بالساحه، الرعب، الاجواء الرعب اللي عايشين بيها، يعني اذا يدخلون الشباب للساحه بالليل او يصير حادث لا سامح الله، فبالتالي انه هم الاساس وهم الركيزه المهمه وماكو دا ينظروا لهم، ما دا ينظروا لهم اي نظره من قبل الحكومه. طيب صراحه نعم أستاذ آيات سأرجع إليك ولكن أذهب إلى الدكتور رافع. الدكتور يعني أبقى في نفس النقطة اللي أثارتها أستاذ آيات المرسومي، المتظاهرون هم وحدهم يقومون بتعقيم وتعفير الخيم، كما ذكرت أستاذ آيات ماكو أي تعاون ما بين الحكومة وأيضا في رفض المتظاهرين بالكمامات وحتى أدوات التعقيم. تعتقد هذا الأمر مقصود في محاولة حثيثة من قبل الحكومة لإنهاء التظاهرات دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منطقيا وعقلانيا وطبيعيا جدا أن الحكومة لا تساعد التظاهرات ولا المتظاهرين، ولم تساعدهم، هذه الحكومة وأجهزتها وميليشياتها هي التي قتلت المتظاهرين، هي التي أوصلت حال البلد إلى هذا الدرك الأسفل في الهاوية. فبالتالي من الطبيعي أن لا تساعد المتظاهرين، من الطبيعي أن تعتبر هي من البداية تعتبر كل الذين خرجوا في التظاهرات هم أعدائها، وانقسم العراق إلى قسمين، قسم مع الثورة والمتظاهرين، والقسم الآخر القليل هو اللي هو يمثل العملية السياسية وقواها الحزبية والميليشياوية. هذه الحقيقة. فبالتالي يعني ربما لا يحق لنا حتى أن نلوم هذه الحكومة، لأنه لا حكومة، وكيف يمكن أن نتوقع من هذه الحكومة أن تقف مع الناس الذين يقفون ضدها؟ نعم. حتى لو كان دستورها وتدعي أنه هي ديمقراطية وهي تؤمن بالرأي الآخر، هذه كذبة كبيرة، لأنه طيب. ثبتت الأيام أنها لا تؤمن بهذه القضية، ولا وجود للديمقراطية ولا وجود للرأي الآخر في العراق، بدليل أن المتظاهرين فقدوا لحد الآن أكثر من 1000 شهيد. نعم. قدموا 30,000 بين جريح ومعوق والمختطفين والتهديدات والأوصاف التي قيلت عنه، هذه حقيقة، واقع الحال. لكن وأنت في الأزمات، خلاصة من هذا، أنت بالأزمات كل حكومات الدنيا أنت تقيس ربما في الأزمات في مشاريعها، أنت تراقب برامجها وتخرج بنتيجة ماذا حققت من هذه البرامج، كيف تصرفت مع الأزمات. هذه الحكومات المتعاقبة من عام 2003 لحد الآن أدخلت البلد كله في أزمات. الأزمات مو من صنع الشعب، هذه أزمات تصنعها هاي الحكومات وترميها على الشعب، وبالتالي الشعب هو من يتحمل هذه الأزمات. نعم. أزمات أمنية واقتصادية وسياسية وعسكرية وسيادية واجتماعية، كل هذه الأزمات تحملها الشعب. نعم. والشعب اضطر إلى أن يخرج بهذه التظاهرات كثيرة، إلى أن وصلت إلى تظاهرة 1 تشرين. نعم. هذه الثورة المباركة اللي خرجوا بها ويطالبون بوطن، وصلوا إلى قناعة أن الوطن مستلب، الوطن سليم. نعم. ما موجود، أسير، ويجب إعادة هذا الوطن من أيدي هؤلاء. الاعتراض الآن على كل العملية السياسية بكل قواها، حكومية وحزبية وميليشياوية وكل هذه القوى، لأنه أنت يعني وصلوا إلى قناعات، وهذا اللي يخوف الحكومة. نعم. واللي يخوف العملية السياسية أنه هذه تختلف عن كل التظاهرات، لأنها شخصت وين الأهداف. نعم. شخصت أنه الهدف ليس تغيير أسماء. نعم. تغيير عادل عبد المهدي بمعرف منه، علاوي يجيبون معرف منه. نعم. الزرفي غيره، مو القضية، مو قضية المتظاهرين هذه. طيب. القضية في الإطار هذا، يجب أن يزاح. نعم. هذا الإطار. نعم. لأنه مخرجاته مؤذية، وصلت العراق إلى هذا المستوى. الآن نتحدث على أزمات كثيرة. نعم. الآن الشارع لا يعرف كيف يتصرف معها، الشعب الآن محاصر بها، أزمة اقتصادية خانقة، واستنعكس على المواطنين.
لأنه هذا انخفاض أسعار النفط لهذه الدرجة وإفلاس هذه الدولة ستنعكس على المتظاهرين. هذا الوضع الكارثي بالصحة واللي يكذبون به، وسيأتي يوم قريبا جدا ستنفضح كل هذه القضية. العراق بكارثة صحية الحقيقة جراء كورونا، لأن الحدود 1200 كيلومتر أنت مفتوحة مع بؤرة كاملة. بؤرة منظمة الصحة العالمية أشرتها واحدة من البؤرات الثلاث الموجودة بالعالم، الصين وإيران وإيطاليا. وإيطاليا نشرت أوروبا صارت كلها بؤرة كاملة، وإيران المنطقة كلها. أنت تسأل في كل دول الدنيا هذه المحيطة، الدول الإقليمية، ستجد أنه كل وزارات الصحة، كل مسؤولين هذه الدول يقولون لك أن بدأت الإصابات من ناس عائدين من إيران. وبالتالي إيران نحن الدولة الوحيدة اللي بقت حدودها وما زالت مفتوحة. 1200 كيلومتر مفتوحة على هذه البؤرة. وتصدر لنا كل شيء من البشر إلى البضائع، وكلها تدخل، وإحنا البنى التحتية الصحية منعدمة تماما تحت الصفر. وهو وزير الصحة هذا اللي قاله تكنوقراط، هو رئيس قلية الأزمة نفسه. هو تحدث قبلها قال إحنا بمستوى بريطانيا وفرنسا صحيا، ووراها بيومين طلع بفيديو يتوسل على 5 ملايين دولار ما حد ينطيه بالضبط. وقال إحنا ترتيبنا 176 بين الدول، وإيران 80 انتهت، وإيطاليا رقم 1 اتدمرت. هكذا هو تحدث. إذن العراق مكشوف، ما لنا غير رب العالمين سبحانه وتعالى يحمي هذا الشعب الطيب، هذا الشعب المسكين، هذا الشعب اللي فجر السلالات وفجر الحضارات بدأ به. هذا الشعب الرائع جدا تركوه يواجه مصير غريب عجيب. فكيف يمكن أن نطالب بهذه الحكومة ونطالب بأحزابها أن ترعى متظاهرين؟ هي تتمنى أن لو يزاحوا، لو تنخسف الأرض بهم، لأن مصيرهم وجودهم وعمليتهم السياسية الآن معركة وجود مع هذه الثورة. ستنتهي هذه الكورونا إن شاء الله، سينتهي هذا الوضع، وهناك معركة وجود هم يعرفون. وقتها جاي، هذه المواجهة جاية. حاصلة. وسيزاحون. فلا يمكن أن يساعدون هذه التظاهرة، ولا يمكن أن يساعدون المتظاهرين. ولهم الله ولهم أنفسهم وذكائهم وعقليتهم اللي مكنتهم أن يصنعوا مثل هذه الثورة المباركة. سادة آيات، كما تفضل الدكتور رافع، البنى التحتية، البنية التحتية في العراق مهدمة كليا، فاشلة في إدارة الأزمات، أيضا الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن. لكن إذا تحدثنا في موضوع اللي هو علة المشكلة، موضوع تفشي فيروس كورونا، ليش أكو فشل حكومي في مواجهة هذا الفيروس؟ شنو السبب برأيكم؟ نعم، حقيقة يعني مثل ما تفضلت حضرتك تفضل الأستاذ، البنى التحتية ماكو، عندنا الخدمات معدومة، خصوصا وزارة الصحة. بصراحة يعني وزارة الصحة بتوفر يعني أشياء بسيطة، ممكن حتى المصاب بالإنفلونزا حقيقة يعني من يروح يريد يطمن على نفسه ويطمن على وضعه، راح تأزم له الموضوع مثل ما احنا نقول الصعوبة هي أكثر. بالتالي إنه المريض اللي يصاب بحتى إنفلونزا بسيطة عادية راح يحجر نفسه ببيته. وأيضا بعض المستشفيات اللي انسدت واللي ما قامت تستقبل المرضى، بالتالي قاموا يقولون لهم أي شخص حقيقة يعني أي شخص مصاب بفيروس الكورونا أو بإنفلونزا يحجر نفسه داخل بيته ويأخذ الفيتامينات ويأخذ الوقاية. فبالتالي وصلنا لهاي المستوى، المريض ما يقدر يوصل للمستشفى لأنه أولاً يصعبوها ويأزموها عليه، ثاني شيء ماكو مستشفيات تقبل الناس حقيقة يعني خصوصاً النائية وأطراف بغداد وغيرها. فبالتالي يعني حتى بنشوف ضعف دور وزارة الصحة مدى توفر الطاقة. يعني إحنا أصحاب الصيدليات وأصحاب المداخر من استغلوا هاي الفترة، البعض منهم قاموا يبيعون الكمامات العادية الواحدة 2000 و3000، أما أم الفلتر 7 و10000. بغض النظر عن الكفوف والتعقيم وغيرها من المواد، وحتى الديتول اللي كان سعر الديتول ب2000 دينار تطلع الديتول ب2000 دينار وصل ل5000. وين وزارة الصحة؟ وين نقابة الأطباء؟ وين نقابة الصيادلة؟ لازم تكون متابعة، لازم تكون مراقبة. يعني مثل ما احنا نقول يعني الاستغلال والجشع والطمع مو على حساب الفقراء. إذا أنت كنت بالفعل تريد تكون طماع يعني عذرا على هذه المصطلحات، فبالتالي إنه مو على حساب الفقير اللي يخلص قوته اليومي حقيقة. يعني السلات الغذائية اللي إذا توصل لبعض المناطق النائية كونه يفقدوا عن
اصحاب الدخل المحدود او اصحاب الشغل اليومي حقيقة يعني تتوفر فقط طلاب غذائية من الشباب المتطوعين من جهودهم الذاتية وجهودهم الخاصة من رواتبهم حقيقة، فبالتالي انه يقدر يوصل له سلة غذائية، ما ممكن البعض ما يقدر يوصل له المواد الطبية، ممكن ما يقدر يوصل له خصوصا اذا سعر الجمار 7000 واذا كان عائلة بها اكثر من 10 اشخاص ما راح يوفر المواد ويوفر المواد التقييم، فبالتالي انه يستسلمون ويبقون ببيوتهم حتى اسعار الخضروات اللي صار بها استغلال. نعم. الخضروات اللي تكمل فيها. نعم. فيتامين اي حقيقه يعني، فبالتالي انه ماكو مراقبه، ماكو متابعه. بالتالي انه التقييم مثل ما لما يقولون الفقير الى الله، خلص بعد ما ينتظر دور مسؤول، ينتظر دور وزاره الصحه، يقعد ببيته ويكفي اللي هو المطلوب. فبالتالي احنا نطالب ونناشد وزاره الصحه، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، أن ينظرون حقيقة يعني ينظرون نظرة للإنسان العراقي، أنه إحنا بنمر بأزمة ولازم نكون إيد واحدة نتبادل حتى نحل هذه الأزمة، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع. نعم دكتور، الخبر العراقي تبرع بالكمامات إلى الصين، حتى نتابع هذا الموضوع ونطرحه بأكثر دقة راح نتابع تصريح لنائب نقيب الصيادلة في العراق، فلنتابع. ولحد الآن احنا هسه بالصيدليات ما عندنا الكمامات، اول انتشار الوباء بالصين. حقيقة احنا بلد مو منتج، بلد من مستهلك، مستورد دائما. الكمامات المصدر الأساسي إذا أقول لك 99% من الكمامات اللي موجودة بالبلاد هي من الصين. فمن صارت الأزمة اولا توقف استيرادها من الصين، تمام، بقى بس على الموجود الفعلي بالبلد، بالبلد. واللي المفروض احنا نحافظ على هذا الموجود اللي عندنا لانه نتوقع ندخل بازمه، تمام. بس مع شديد الاسف صارت في بدايه الازمه انه الدوله العراقيه تبرعت تقريبا ما يقارب 76 طن من الكمامات الى دوله الصين اللي هي الدوله اللي هي يعني مصنعه للماده. دكتور، 76 طن من الكمامات تبرعت به الحكومة الحالية إلى الصين. يعني دعني سأتحدث عن هذا الموضوع. نعم. لكن قبل هذا يعني حتى نكون في إطار الحديث عن البنى التحتية الطبية. نعم. ليس من المعقول بلد مثل العراق يعني بهذه الثروات اللي جت على الأقل من 2003 لغاية الآن. قبل 2003 كنا في حصار. نعم. العراق دخل 13 سنة بحصار وقبلها بحرب وعنده ظروف مصيبة. نعم. كان العراق وصار له 40 سنة بهذه الظروف الصعبة، لكن على الأقل من 2003 لحد الآن حجم الأموال التي جاءت للعراق أكثر من تريليون دولار. نعم. وأنت لديك مستشفيات، على العموم غالبية المستشفيات اللي موجودة خاصة في بغداد غالبية العظمى منها يعني أكثر من 50 سنة، نصف قرن من بنائها وجودها وافتتاحها. نعم. مثل مدينة الطب، مثل اليرموك وغيرها وغيرها. لا يعقل حتى بطريقة البناء، أنت لديك صالة عمليات ولديك مستشفى تعقمها دائما. نعم. ضد الميكروبات، تصل مرحلة معينة لا تقبل حتى التعقيم من اللي قدمها، فلذلك في كل العالم هذه المستشفيات حتى المواد الجدرانها ملوثة فيهدموها ويبنون مستشفيات جديدة، حتى المواد اللي باقية من عندها اللي ممكن يستفيدون عندها تدفن. نعم. لا تستخدم لأنه بها ميكروبات وكذا. نعم. إحنا لدينا مثل مدينة الطب الآن اللي هي واليرموك وغيرها مستشفيات أكثر من نصف قرن مضى عليها. نعم. وما زالت هي يقولون هي البنى التحتية لصحتنا، مجاريها وغير مجاريها، مدينة الطب يعني كل الحشرات وكل الزواحف موجودة بها. نعم. نعم. يعني حقيقة من. نعم. الفئران وغيرها والمصايب كبيرة جدا جدا، والأوساخ والتلوث واصل مراحل لا تعقل، فأنت ليس لديك بنى تحتية تستخدمها. طيب. عندما يأتي أي وزير صحة يجيبون فلان وزير صحة ويقولون هذا تكنوقراط ومستقل، على الأقل أول ما يبدأ حتى يوافق يجب أن يروح للموازنة ويشوف ايش قد مخصصين للصحة، يلا يوافق ويفرض رقم معين هو يعتقد، هو يجب أن يدرس الواقع الصحي. نعم. ويعرف الواقع الصحي، يفرض رقم إذا تقبلون بي أنا أقبل بهاي لأنه أنا مستقل وتكنقراط وأنا. نعم. جاي أشتغل بمهنية. ما لي علاقة بأحزابكم وبهذا فسادكم وخرابكم، أنتوا جايبيني مستقل وهذا العراقيين أهلي ورد أشتغل لهم. نعم.
ما الآن يجيبوني وزير صحة وأقبل بهاي النسبة اللي يسووها من الموازنة منطين للحشد الشعبي وللميليشيات أكثر من اللي منطين للصحة وللتربية وللتعليم كيف نعم. أقبلها هذه؟ نعم. فلا أقبل هذه القضية، مع ذلك قبلها وكذب علينا بهذه الطريقة، والنتيجة الآن حدود مفتوحة ومصائب، وحتى يتحدث يعني تحدثون كثيرين، وحتى يعني مسؤولين كبار تحدثوا، حتى أبو الصحة العالمية اللي موجود فيها في العراق قال قضية غلق الحدود مع إيران قضية كانت صعبة جدا جدا وتدخلات ومعروفة ليش ميليشيات هي لازم البوابات ولازم كل المنافذ الحدودية وتصدر حشيش وأسلحة وأدوية ومصائب كبيرة وملايين دولارات تجيها، وشلون توقف هذه؟ فالقضية غير شكل. نأتي إلى ذلك، أنا أقول دائما أن العراق لا دولة، وقبل قليل عندما تحدثنا أنه هل تساعد هاي الحكومة المتظاهرين، هي لا دولة موجودة، ذول الثوار اللي طلعوا الله يبارك بهم ويحفظهم طلعوا لأنه لا دولة، يريدون يجيبون الدولة، يريدون يرجعون دولة، أكو شيء اسمه العراق دولة ما موجودة. فأنت في زمن اللا دولة، أزمة بالعالم تعصف بالعالم وبدأت بالعالم تعزف، وأنت مستورد من الصين. نعم. وأنت البنى التحتية مالتك بهذا الشكل منتهية. نعم. وأنت كل شيء ما عندك، وأنت لا تصنع شيء، أنت مستورد. وبالظروف يعني البلد عندما يفكر تكون هناك عقول، بالظروف الأزمات الدولية، الخطوط تنقطع، خطوط المواصلات، خطوط النقل، البضائع تتأخر، مصيبة كبيرة بالعالم كله، كل العالم يحسب حسابه. والآن لو تلاحظ أمريكا منعزلة لوحد، أوروبا منعزلة لوحد، آسيا انعزلت واحد، فحتى خطوط المواصلات، خطوط الطيران كلها انقطعت، الدول انقطعت عن بعضها وكأننا جزر متباعدة. نعم. نظام الدولي الآن يؤسس بشكل جديد. نعم. بسبب هذا الكورونا الغريب العجيب اللي ظهر، أنت تحسب حسابك للأزمات، يجب أن تكون لك ميزانية خاصة للأزمات، تصرف على أهلك وشعبك وشون توفر لهم بالتعليم وبالصحة، وبالذات من يكون تكون الأزمة صحية شون توفر لهم مواد، أنت تجيب وتتبرع ما أنت استوردته بفلوسك، تتبرع للبلد نفسه اللي استوردت من عنده، من يعقل هذا؟ يعني هذه دولة؟ هذه عصابة؟ هذه مو دولة. انت تشيل كل المواد اللي عندك مخازنك 76 طن وتشيلها توديها، انت يعني ما عندك شيء، انت لا تصنع، لا تستطيع. انت لو تصنع بيها مجال ممكن هذا. نعم. انت لا تصنع، انت يعني لو صناعتك هذه وتتبرع بيها وانت بالضبط. مصانعك تشتغل وتقدر والله نقول لك ساعد العالم وديننا يجبرنا على مساعدة الآخرين، لكن نعم. إحنا ما عدنا، إحنا نستوردها بأموال صعبة هي فلوس الشعب العراقي. نعم. أنت مستوردها وجايبها للعراق حتى تفيدك، فبالتالي تشيلها 76 طن وتنقلها إلى الصين لأن تساعد الصين ليش؟ نعم. يعني من بقايا تهنى الصين مدافته هماني. نعم. الصين هي راعت العالم، من صارت هذه ما هي هاي الكارثة بدأت بالصين، الصين تكتمت عليها إلى أن انتشرت ومصيبة كبيرة والصين. دكتور طيب. يمكن يريدون يجاملون الصين على اعتبار أنه صارت اتفاقية اقتصادية. هاي اتفاقية، حتى هاي الاتفاقية الاقتصادية كذبة كبيرة راح تظهر. بعدين تظهر أوراقها وكذبة، هاي قضية هاي بها سرقة وفساد ومصايب، هم يا اتفاقية اللي كانت حقيقية لعد التريليون دولار وين راحت؟ هذه بهذه العقود الوهمية والاتفاقات الوهمية. بالتالي أنت لا يمكن، يعني الآن لو دولة تحترم نفسها، لو موجودة دولة، هؤلاء ذولا تحيلهم للمحاكم، شلون تبرعتوا بهذه القضايا؟ شلون شلتوا هذه؟ شلون طلعت من العراق واحنا نواجه ازمه الان؟ صحيح. المستشفيات ما بيها والصيدليات ما بيها، والمواطن العراقي مكشوف وبنى تحتيه ما موجوده، لا مستشفى موجود، لا مركز صحي موجود، لا دواء موجود، ويقول لك احنا مسيطرين على الوباء. نعم. وين مسيطرين على الوباء؟ وشلون مسيطرين نعم على الوباء؟ هذه الكذبه الكبيره. نعم دكتور. استاذ ايات، ابقى في نفس النقطه، يعني مسؤول في نقابه الصيادله يقول الحكومه اللي هي استوردت الكمامات من الصين بملايين الدولارات رجعتها الى الصين ولكن تبرعت بها للصين. العدد هو 76 مليون طن من الكمامات راحت الى الصين كهبه وكتبرع من الحكومه الحاليه في العراق. 76 طن من الكمامات إلى الصين، وأيضا يعني لو إحنا مثلا مصنعين الكمامات وقمنا بالتبرع بها إلى الصين بها باب وجواب، لكن إحنا مستورديها بالملايين ونتبرع بها إلى الصين. التليفون انقطع، أرجو أن تعيدوا الاتصال بالأستاذة آيات المرسومي. أستاذ دكتور رافع،
نيجي على فتاوى الصدر، لابد من إتمام الزيارة الدينية في ظل تفشي فيروس كورونا. هل هو هذا بالفعل هو حرص على أداء المراسم الدينية، أم هو نضعه من باب أو في خانة استخفاف واستهتار بحياة العراقيين؟ هو بالتأكيد استهتار بحياة العراقيين، وهذا جزء من مسلسل طويل. نعم. من عام 2003 لحد الآن كل هذه القوى التي تحكم العراق مستهترة بحياة نعم. العراقيين. نعم. يعني هو مقتدى الصدر من يحكي على البطة ويحكي على الجيش المهدي اللي رجع بشخاطة، ويطلعون فيديوهات وشلون يدفنون الناس وراء السدة ويأخذون فلان الكلام هذا، وإحنا ندري اللي صار بالعراق ونعرف شلون الميليشيات تصرفت. نعم. فبالتالي استخفافك بحياة العراقيين، استخفاف بحقوق الإنسان في الحياة، بحقوق أي بشر في الحياة، ما له علاقة بمذهبه بحياة. أنت يعني من نصبك يعني حاكم على رقاب العالم بهذه الطريقة؟ وبالتالي هذا قضية علمية. نعم. في كل الدول، كل دول العالم طلعوا رؤساء الحكومات كل دول الدنيا وأوكلت مهمة هذه القضية، أوكلت مهمة أمنها واقتصادها وسياستها وكل تصرفاتها وقوانينها نعم. إلى وزارات الصحة. نعم. قال وزارة الصحة هي من تقرر، في كل بلدان الدنيا هي من تقرر وباء، أزمة كبيرة وباء صحي. نعم. نعم. هي من تقرر ماذا نفعل، تريد نسد الحدود نسد الحدود، تريد نمنع الحركة نمنع الحركة. نعم. نمنع التجوال نمنع التجوال، نقعد الناس ببيوته نسد الدوائر نسد التعليم، شت قرر وزارة الصحة لأن هم الأعرف. صحيح. ووزارة صح. الصحة مع كل انتقاداتنا لها، لكن الناس أيضا نادوا بتوقف عن الحركة، بمنع التجوال، بغض النظر عن الكذب اللي كذبوه. نعم. نعم. وبغض النظر عن حتى أبو الصحة العالمية كذب معاهم في قضية أن العراق إيش قد تطي درجة، يقول 9/10 وستظهر الكارثة الكبيرة لا سامح الله على العراقيين. طيب. بشكل غريب. طيب. المهم يعني هذا لدينا، فأنت تأتي بدعاوى وفتاوى تقول للناس تجمهروا. نعم. وتحركوا لأنه يجب أن تمارسون طقوسكم الدينية. ألا يمكن تأجيل هذه الطقوس الدينية وماذا تنفع؟ الفيروس هذا لا يعرف سني ولا شيعي ولا يعرف كردي ولا طبعاً. مسيحي ولا هذا فيروس موجود، قضية صحية ما لها علاقة. هذا لا يعرف فلان وفلان، هذا الفيروس قاتل، وأنت خايف على شعبك، تخاف على شعبك من كل شيء، يجب أن تحميه. فتقول له أقعد بالبيت، هذه الزيارة تتأجل، ما تأجلت هالسنة، السنة الأخرى تسويها، وراها السنة تسويها، المهم أن تحافظ على شعبك. نعم. مو تقول لشعبك لا روح، وبعدين من صارت حقيقة والعالم بدأت تلوم، قال أنا ما قلت لهم هيك، قلت لهم روح من السطوح، شنو الكلام؟ نعم. تغريداتك موجودة وحكيك موجود وتوجيهاتك موجودة. نعم. وأنت ركضت رحت زرت وسويت القضية وكأنه تحدي على. طيب. ماذا تحدي؟ دكتور العراقيين تحدون بالموت؟ أستاذ آيات رجعت لنا، استميحك عذرا. أستاذ آيات، النقيب نائب نقيب الصيادلة في العراق يقول الحكومة تبرعت بكل الكمامات اللي هي 76 طن من الكمامات رجعتها إلى الصين على اعتبار بأنه ممكن مساعدة هذه الدول، ولكن في نفس الوقت هناك وباء عالمي مستشري، يعني خاصة في العراق اللي يعاني من بنية تحتية سيئة جدا خاصة من ناحية الصحة. شلون تابعتوا تصريح لنائب نقيب الصيادلة يقول بأنه العراق تبرع بالكمامات إلى الصين؟ حقيقة يعني هذا أمر مضحك الصراحة، يعني خلينا نكون واقعيين أكثر ونحكي بأكثر مصداقية وأكثر منطق. يعني إحنا العراقيين بأمس الحاجة للكمامات، وخصوصاً الكمامات تستخدم لفترة 6 ساعات باليوم، يعني تخيل استهلاك الكمامات حقيقة، يعني البارحة بوسط العاصمة، وسط العاصمة أهل الصيدليات يقولون إحنا ما وصلتنا كمامات، أهل المذاخر أيضاً يقولون إحنا ما عندنا كمامات، عدد قليل بس الوجبة الأولى، خصوصاً إحنا بنقوم بعمليات وبحملات تبرع بالكمامات عفواً للمناطق المتعففة والعوائل المتعففة والمناطق النائية وأيضاً لساحات الدير. فبالتالي إنه شلون العراق يتبرع للصين أو لغير بلد بالكمامات؟ البلدان البقية اللي تمتلك التكنولوجيا والطب الحديث والتكنولوجيا العالية حقيقة يعني، فبالتالي إحنا البلد الفقير اللي نعاني من نقص، مو فقير حقيقة، مو فقير إحنا
يقول احنا فقراء ولكن البلد بلد العراق مليان خيرات، بس خيراتنا منهوبه، خيراتنا مسروقه، فبالتالي هم مؤمنين على حياتهم وصحتهم وحاجين انفسهم. اوكي فرضوا حظر، فرضوا عفوا، فرضوا غير امور من او الجدول بالشوارع، بشوارع بغداد وبشوارع المحافظات حقيقة يعني، ولكن الكمامات، الجفوف، طرق التعقيم وينها؟ من هو يطبق حظر أو يبلي يطبق فد أمر معين ويفرض قانون ويفرض عقوبات ومنها حملات الاعتقالات اللي تصير بالشوارع؟ وين أنت؟ شنو الموفر أنت يا وزير الصحة؟ شنو الموفر أنت يا نقيب الصيادلة ويا نقيب الأطباء؟ شنو الموفر للمواطن؟ من قلت بيوتكم اوكي، من راح يقعد في بيته هم راح يتعرض لانفلونزا، لوباء، لامور عديده، انت مو موفر له ابسط الامور. يعني الكمامه قلت لك بشويه، سعر الكمامه 2000 دينار، هاي الكمامه العاديه. نعم. اما الفقر 3000 دينار، فبالتالي شوف انت كل 6 ساعات لازم تبدل الكمامه، هذا شيء طبي وصحي. زين العوائل اللي عندها اطفال، العوائل اللي عندها يعني من 10 نفرات الى 15 نفر، العوائل هواي، شو راح توفر لهم هذا الشيء؟ فبالتالي انه ما ممكن امر مضحك حقيقه من يتبرع العراق للصين او يتبرع لاي بلد اخر، حتى وان كان اقليم كردستان. يعني اذا نشوف احنا ما عندنا مستشفى بيها خير حقيقه لاحتواء المرضى، ما عندنا مركز صحي يحتوي او يحجر المصابين او حتى الطرق الوقائيه والعنايه والاهتمام. فبالتالي انه ليش العراق يتبرع لكذا بلد؟ يعني شنو السبب؟ شنو الغايه؟ احنا يردون يموتون العراق. طيب دكتور رافع، اذا انتقلنا على موضوع هذه الأزمة الاقتصادية التي ربما يعني هناك توقعات بأن هناك كورونا اقتصادية ستجري على العالم بعد الانتهاء من فيروس كورونا، مؤسسات دولية رفضت إقراض العراق لسد العجز في الموازنة. في هذا الإطار كيف ستدبر الحكومة أمرها في هذا المعطى بشكل خاص؟ أولا هذه الحكومة من عام 2003 لحد الآن، ما الذي فعلته هذه الحكومات كلها وهذه العملية السياسية وأحزاب هذا اللي يدعون أنه هم جاءوا من أجل الديمقراطية، من أجل ما سمي بالعراق الجديد والازدهار، ما الذي فعلوه واللي وصلت الشعب كله الآن خارج ضدهم؟ طوال هذه السنوات أموال يعني الصناعة أنهوها، ليس لدينا، احنا كان عندنا 176 معمل ومصنع كبير، انتهت كلها، إما دمرت أو فككت وسرقت ونهبت ونقلت إلى الخارج. الزراعة انتهت، حجم الأراضي الصالحة للزراعة الآن تقلصت إلى الحد اللي لم يبقى منها شيء. وما بقي كل المنتجات الزراعية تأتي من إيران، فأنت كل مناطق الحدودية مفتوحة مع إيران، فيعني أنت الفلاح عندنا ينتج، على أبسط مثال، ينتج الباذنجان 5 دنانير، يجيبوا لها من إيران بدينار. صحيح. فالمواطن المستهلك يروح يشتري ابو الدينار، ليش يشتري بخمس دنانير؟ فبالتالي انت ماكو حمايه، الدوله ما وضعت حمايه للمنتج العراقي، للفلاح العراقي، للمنتج العراقي، ما خلت حمايه، وخلته يتنافس كمنتج مع المستورد، والمستورد رخيص وكميات هائله، وبلد مفتوح على كل، وبلد يجب ان يكون مستهلك، فانتهت الزراعه، انتهت الطماطم مالتك وكل شيء انتهى عندك. فانت الصناعه انتهت والزراعه انتهت وعندك القطاع الخاص انتهى. لم يساعد القطاع ولم يسعوا لبناء قطاع خاص. فاذا انت بلد مستهلك. ليس لديك الا النفط، يبيعون النفط، وانت بلد ريعي 100% كله من اموال النفط. تاتي اموال النفط يسددون بها ما يسددون من 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 ديونهم، والباقي الديون كبيره، والباقي يذهب الى الفساد، مشاريع وهميه وتلفوا اكثر من، راحت اكثر من تريليون دولار. ألف مليار دولار ذهبت لا احد يعرف وين. والبلد بهذا الخراب، كل البنى التحتيه له، بالتعليم، بالصحه، بالتجاره، بكل مكان. ستذهب له وستجد ان البنى التحتيه بالصفر وانتهت، لا يمكن القبول بها. الان شبكات المياه انت مصيبه عندك، شبكات الري، شبكات المياه الثقيله، كل شيء، الكهرباء عندك اكثر من 80 مليار يقولون صرفنا عليها، ولحد الان الكهرباء ما تجي مستمره، كارثه كبيره عندك. الان جاء انخفاض الاسعار النفط، الاسعار الان
ربما لانه ديون كبيره انت لديك، هم يتحدثون عن 130 مليار والمبلغ فعليا اكثر من 230 مليار. نعم هذا مبلغ كبير. كان طوال هذه السنوات ياخذون ديون من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، من دول كثيره، كانت امريكا معطيتهم ضمانه. نعم وبلد عنده نفط، الان حتى اسعار النفط بدت بانخفاض، هذا وستستمر هذا الانخفاض. يعني انت تتحدث عن كورونا اقتصاديه ستحصل، لا حصلت. كل دول الدنيا التي لديها اقتصاد متين وقادره ان تواجه، لديها خزين تستطيع ان تواجه هذه وهي بصعوبه ستواجهها. كيف بالعراق اللي ليس لديه شيء سوى هذه الفلوس، والفلوس انخفضت الى رواتب هم يتفاخرون طوال هذه السنوات، واحنا لدينا اكثر من 4.5 مليون موظف. ليش هذا؟ شنو هذا يتفاخرون به؟ هذه كارثة. نعم. هذا تراهل، مصيبة كبيرة. نعم. صحيح. انت لديك اكثر من 2.5 مليون موظف مدني واكثر من 3 ملايين موظف عسكري. نعم. حشد على ما اعرف منه، جيش على الشرطة. طيب هذه رواتبهم شهريا هم يتحدثون يقولون. نعم. 4 مليارات. من يجيب لها 4 مليارات اذا كان واردات النفط اقل من 3 مليارات؟ بالضبط. يستدينون. من البنك الدولي، لا ضمانة لانه ماكو دولة. نعم. الان يعني حتى الصراعات الأمريكية واضح، لا ما حد يضمن، ماكو ضمانة دولية خاصة في هذه الظروف. يقول لك هذا النظام غير مستقر. نعم. شلون أنا أنطي؟ ما هي الضمانات اللي أنا أنطي؟ هو راهن 3/4 نفطة لشركات أجنبية، شنو الضمانات اللي أنا أنطي لهذه الدولة وترد وأسترد منها الأموال؟ صحيح. وهي ما قادرة تدفع ديونها، إذن ما ينطوها الدين. نعم. وين يذهبون؟ يذهبون إلى الرصيد، رصيدك من الذهب والعملة الصعبة. إذا أخذت من هذه فهذه الكارثة أكبر. نعم. لأنه أنت ستفقد الدينار العراقي قيمته. سنعود إلى زمن الحصار، الحصار اللي كنا وصلنا به الدولار الواحد يساوي 3000 دينار. وربما يمكن أكثر وصل. نعم. دولار يساوي 3000. في هذه الأيام إذا ما فعلوا هذا، لأنه ستنخفض هذه القيمة، الدولار الواحد ربما يساوي 4000 دينار. نعم. فبالتالي أنت عندك فلوس تشتري هذا المق اللي امامك تشتريه، او هذه النظارات تشتريها كنت 1000 دينار. نعم. الان ما تشتري ب10000 دينار، ما تشتريها. نعم. هاي. نعم. هاي النظاره انت وارداتك محدوده كمواطن، دخلك محدود، مين تجيب؟ شلون شو تسوي وانت في ظل عصابات وميليشيات وبلد مفتوح ماكو قوانين، ماكو ضبط، الاسواق بكيفها، ماكو ضابط. نعم. يعني هو منع التجوال ما قادرين يتوسل وزير الصحة. نعم. مقتدى الصدر بلش تقول لجماعتك يوقفون. نعم. لحد يطلع دولة ما لها هيبة. نعم. فأنت لا بالأسواق عندك هيبة، لا بالسياسة عندك هيبة، لا على حدودك هيبة، بكل شيء ما عندك هيبة، لأنه ماكو هيبة للدولة. أمنيا أنت مفقود الأمن، مفقود. نعم. كل شيء. إذا أنت في طريقك إلى الانهيار، أنت منهار، البلد ذاهب إلى بس الله يستره. نعم. أمام أزمة صحية كارثية هذا الفيروس، وأمام أزمة اقتصادية مصيبة. نعم. وسببها 17 سنة من الخراب من هذه الأحزاب اللي ادعت أنه هي جاية على مود مظلومية الإنسان وظلمة العراقيين، ظلم. وهاي 17 سنة. طيب أنا قلتها وأقولها أكثر من مرة. نعم. هذه 17 سنة لم تمر على العراق كله من بدء الخليقة لحد اليوم، 17 سنة سيئة مثل هذه 17 سنة على العراقيين بكل مخرجاته. نعم. وخلي يقيسون مخرجاته ويروا كيف مخرجاته وشنو نتائجها وتداعياته على العراقيين. طيب. مثل هذه 17 سنة. طيب دكتور أستاذة آيات، يعني الكثير من العراقيين يشوفون بأن الحكومة منشغلة عن صحة الشعب، منشغلة بتشكيل الحكومة، مرة تجيب محمد توفيق علاوي ومرة تجيب نعيم السهيل ومرة يرفض، والآن آخرهم عدنان الزرفي اللي صايرة به خلافات داخل ما يطلقون هم على نفسهم بالبيت الشيعي. أنتم كمتظاهرين، أنت كناشطة في التظاهرات، شلون تشوفين هذه الخلافات بين الأحزاب والكتل على عدنان الزرفي وغيره من الشخصيات؟ نعم عذرا يعني ولو راح اطيل عليكم، ولكن بس تقريبا على كلام الدكتور حقيقه. نعم. يعني قليل تحدث الدكتور وقال بأزمة اقتصادية. احنا العراق ذو الخيرات، احنا العراق حاليا عندنا دعم للمنتوج ملاحظه بسيطه لوزاره الصناعه وايضا للحكومه العراقيه. اذا تريد توفر كمامات، تريد وتهمها سلامه المواطن العراقي، خلي تفتح المصانع المغلقه
وتشغل اليد العاملة وينتجون كمامات للمواطنين حتى نقدر نتغلب على الفيروس. أما بخصوص الاستلام برئاسة الوزراء أو الاستلام رئيس الوزراء، حقيقة أي شخص يرشح من قبل الكتل السياسية أو الكابينة الوزارية، عفوا الكتلة الأكبر اللي تصعد رئيس الوزراء، بالتالي هذا الشخص مرفوض. إذا كانت تنطبق عليه الشروط والمواصفات والمهام، بالتالي هذا يكون من قبل، يعني تم الموافقة عليه من قبل ساحات الاعتصام. احنا انطينا أكثر من 1000 شهيد وما يقارب 1500 جريح ومعاق، بالتالي انه احنا يطلع لنا يرشحونا عدنان الزرفي او نعيم السهيل او حتى وان بعض الاشخاص يردون او يصرحون بان يرجع عادل عبد المهدي لحين حل الازمه الراهنه، بالتالي انه احنا ما احنا مو بازمه، احنا ازمتنا السياسيه هي الازمه الحقيقيه والمهمه، لان احنا انطينا شهداء، تعرضنا للقتل، للتهديد، للخطف، للقمع، فبالتالي هذه التظاهرات ما تروح بالخالي يرشح شخص من قبل الكتله. نعم. أنا أشكرك أستاذة آيات المرسومي، شكرا جزيلا لكم الناشطة والإعلامية والناشطة في التظاهرات، شكرا جزيلا. دكتور، شلون تشوف مستقبل التظاهرات؟ إن شاء الله أزمة كورونا تعدي على خير على العراق والأمة العربية والإسلامية والعالم كله، ترجع التظاهرات من جديد بعنفوانها بزخمها المعتاد؟ نعم، يعني مثل ما قالت لك الأخت قبل أن تغادر، الأخت الناشطة، وحياها الله وحيا كل العراقيين والعراقيات الطيبين والرائعين، قالت أنه إحنا يعني الأزمة يعني معروفة، مشكلة العراقيين مع هذه العملية السياسية، مع هذا النظام السياسي القائم، هذه لم تنتهي. الآن الثورة أجلت ربما أعداد المتظاهرين قلت في ساحة التحرير حفاظاً على حياتهم، وجزء من ترتيبات وعقلية هذه الثورة المتطورة، عقلية هذا الشباب الجميل الرائع اللي يحب الخير لأهله وشعبه، بالتالي يحب الخير من الأولان، يحب الخير لهذه المتظاهرين، فبالتالي هذا لا يعني أن الثورة قد انتهت، لا، الثورة الآن تدخر يعني بروقها وتدخر كل قوتها لأيام قادمة. ستنتهي هذه الأزمة وستخرج الثورة للطالب بحقوقه. الثورة أهم ما بها هي حددت أهدافها، وين رايحة؟ هي تريد العراق، ويجب أن تسترجع العراق. وبينها وبين استرجاع العراق هذه العملية السياسية وهذه الأحزاب، فكيف ستزيح هذه ستزيحهم؟ هو هذا القضية. فالثورة باقية والتظاهرات باقية، مؤجلة نعم، لأنكو ظرف الآن خطير جدا، ظرف يتعلق بصحة المواطن، ظرف لم يجدوا له علاج لحد الآن، يعني الوقوف أمامه يحتاج إلى التباعد، يحتاج إلى الكل تجلس في بيوت، الكل تبتعد عن الاختلاط. فراعت هذه الثورة، راعت هذه القضية، وهي خير من يراعي هذه القضية، لأن هي جاءت من أجل العراقيين، فبالتالي تريد تحافظ على العراقيين، وافقت بهذا الحل من نفسها، هي قررت هذا الحل وهي وافقت عليه، لكن تدخر لأيام قادمة. دكتور، يعني بعجالة لو سمحتم، أنت درست التاريخ، وصلت إلى مرحلة، أنا أيضا اختصاص تاريخ، يعني اثنيناتنا نفس الاختصاص، تاريخ العراق بالثورات، صير الثورة ووراها مباشرة تجي النتائج. ثورة تشرين تعتقد بأنه طالت بالفترة الزمنية لو نقصد، بعجالة لو سمحت؟ لا أبدا، لم تطل، يعني لأنه بس إحنا مستعجلين، لأن الخراب، أنت هذه الترتيبات، أنت ثورة تواجه ليس فقط عملية سياسية وقوى وأحزاب سلطة، ثورة تواجه دول إقليمية ودول دولية وقوى دولية، ثورة ضد وضع أقامته دول بالعالم كلها، أقامت هذا الوضع واعترفت به وتجده ديمقراطي وحر، وقالت للعراقيين وقالت للعالم انسوا هذا الوضع. هذه الثورة حققت لحد الآن منجزات بهذه، وقدمت هذه التضحيات منجزات كبيرة، وأولها خلت العالم كله يشاهد أنه بالعراق كارثة كبيرة، وهذه ما كان أحد يعرفها لولا هذه الثورة. فهذه التضحيات، يعني الثورات عمرها لا يحدد باليوم واليومين والشهر والشهرين والسنة، وأكو ثورات طولت 50 سنة ومئة سنة ثورات، وخذ الثورة الجزائرية، خذ غيرها كثير ثورات، وأنا لا أقول أنه ستطول بهذا
بهذا، لكن هذا الزمن طبيعي جدا أنت تواجه قوى كثيرة، تواجه ساحة ملتبسة، قوى شريرة، قوى إيران وأمريكا وقوى تابعة لها وأجراء وميليشيات وترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية، هذه كلها إرادة لها تصفية. فالثورة عارفة طريقة، لذلك هذه الثورة الثوار أذكياء، عقول طيبة وذكية ورائعة وقادرة أن ترى كل شيء. ويعني يجب أن نذكر أنه هذه الثورة ثوار يسبقون كل أطراف العملية السياسية بخطوات بعيدة، فلذلك هذه الخطوة اللي يعتقدون أنه قد انتهت التظاهرات أبداً، حتى لو زيلت الخيام، حتى ستعود الثورة بألق كبير، وهذه المرة ستكون موجتها موجة عالية جداً لا يستطيعون الوقوف أمامها. والأيام القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور رافع الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم على حسن متابعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.